تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يدشن معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية غدا الخميس برنامج حقوقي الخاص بموظفي القطاع العام. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة مريم اليامي رئيس وحدة شؤون الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني بمعهد البحرين للتنمية السياسية. مساء الخير أستاذة مريم. أهلا سنور أستاذ الفاضل. بداية بس لو نتعرف على أكثر على هذا عن هذا البرنامج والهدف من إنشائه. برنامج حقوقي الخاص موظفي القطاع العام هو برنامج تم صياغته وتصميمه بالشراكة بين كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية والقانونية. برنامج حقوقي هو برنامج تدريبي وتوعوي في المجالات القانونية والحقوقية بشكل عام وحقوق الموظف وواجباته بشكل خاص. يعني القصد والقرض من هذا البرنامج هو تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام في المجال الدستوري وحقوق الإنسان من خلال تعريف الموظف في المؤسسات الحكومية بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان المكفولة له من خلال الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، إضافة إلى تنمية الوعي بقيم المواطنة على المستويين الدستوري والقانوني، وأيضا تعزيز المعرفة بالآليات الدولية والوطنية لحماية وحقوق المواطن، أيضا رفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للوظيفة العامة. سيشارك في تنفيذ هذا البرنامج نخبة من الخبراء البحرينيين المتخصصين. نعم، عدد المشاركين كم هم عددهم؟ إن شاء الله من المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج ككل حوالي 600 موظف وموظفة. وطبعا بتكون الفئة المستهدفة في هذا البرنامج هم العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية الرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية. نعم أستاذة مريم، هذا البرنامج يعني هل سيكون برنامج مستمر ومفتوح وبالتالي ستكون له متابعة دائمة أم سيكون محدد بمدة معينة ووقتية وينتهي؟ المدة الزمنية للنسخة الأولى إن شاء الله بتكون من فبراير إلى ديسمبر 2017، وإن شاء الله سيكون هناك نسخ أخرى في السنوات القادمة. نعم الأستاذة مريم اليامي رئيس وحدة شؤون الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني بمعهد البحرين للتنمية السياسية، شكرا جزيلا لك.